ان في مشكله هنا، ان بيتم النظر للجامعات الخاصه على انها جامعات هادفه للربح. هذا مشروعات استثماريه. الجامعات الخاصه شريك اساسي وفاعل في تطوير التعليم في مصر، ولا بد ان تاخذ مكانتها في هذا الشان. ما نقولش ان دي جهات هادفه للربح. لا، انا كنت في جامعه المنصوره، اما اتنقلت لجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، شايف انها بتصرف بسخاء على التعليم بصراحه وبامانه، وبتساهم في خدمه المجتمع. بتلاقي مثلا جامعه زي جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا تعمل قوافل طبيه بتساهم. احنا نيجي، انت هتحرق لنا الحلقه كده يا دكتور. اوكي.